لو الحكاية فيها إن فيجو دي كلها اطلع لك نعم؟ اطلع لك ده ما تصورناش عيب عليك مباني مخالفة على التعدي على أرض أملاك الدولة، مباني وأراضي الاثنين مخالفين، ودي اللي احنا بننادي بيها، رئيس الجمهورية بينادي بيها، المحافظ بينادي بيها، رئيس الإدارة المحلية بينادي بيها، الناس كلها بتنادي بيها. طب انتوا أخطأتوا صاحب بناء مخالف على تعدي على أرض أملاك دولة كمان، وده اللي احنا بننفذه، يعني احنا القطاع كله ده تعدي على أرض أملاك دولة بالبنى المخالف، واحنا كل قرار نازلين بيه جزء جزء والله المستعان. طب انتوا اخطأتوا صاحب اصحاب البيوت دي الاول اختاروا عن طريق الاسم وكل حاجه هم هيعلموا ان دي ارض املاك دوله ومباني مكتوب احنا حضرتك ساكنه هنا في ايوه بقالك كام سنه بقالنا من سنه 60 واحنا ساكنين هنا بس المبنى واضح ان المباني دي جديده بس احنا كان بيتنا يعني احنا طالعين هنا احنا دي ارضنا احنا بنجدد ولما جينا بنينا ما حدش هو ده احنا بنجدده لكن ده بيتنا احنا مولودين فيه يعني هو بيتكم انا مولوده فيه ومتجوزه فيه هو البيت ده انا مولوده فيه ومتجوزه فيه طب كان عندكم خدمات كهرباء ومرافق وكل حاجه عندنا كل حاجه ما كانش فيه الاول الكلام ده بس احنا عملناه لما قعدنا هنا ما كانش فيه الكلام ده احنا يعني انا بص انا متجوزه في البيت ده دخلنا الكلام ده كله هنا بالموجود ازاي بص يا حبيبتي انا متجوزه في البيت ده احنا بنطوره بس احنا تطوير ده لما لقينا الناس بتطور احنا طورناه ما كانش بقى يصح ان احنا نجهز احنا لوحدينا والبيوت جنبينا كلها كده يعني المنطقة دي ما بقالهاش سنة ولا اتنين ولا كلام من ده المنطقة دي بقالها 50 سنة يا ابني ده مولود هنا ولا ده هنا هات المنطقة كلها وتعالوا قنن وضع ادفع للناس تدفع تملك محدش هيمانع محدش هيمانع محدش هيمانع كل ده مولود هنا زي ما هيرسل المتر بكام وكله هيدفع بس لكن ما يجيش مصر واحد زي كده اهو يعني ابني يا حبيبتي عنده 30 سنة انا ولدان البيت ده 30 سنة انا داخلة فيه عروسة البيت ده ولدان البيت ده الشارع كله كده كله بيهد وبيبني ما تجيش تقتلني طب بدل ما تقتلني تعالى قول لي انت عليك 100,000 احنا طورناه بس هو تطور بس احنا طورناه حرام بس تاني ما بقاليش شهر ها بس هو كان بيتنا قديم الزباله دي المنظر ده حلو ولا يبقى منظر زي كده هو ولا زي كده هو انا الاحسن وانا الاجمل عايزينها وحشه وخرابه نخليها عيش ايه المشكله احنا عايزين نسال كل الناس قاعد هنا بقالك كام سنه يا فندم؟ انا جاي بقالي 15 سنه 30 سنه في البيت ده بقالي 15 سنه في المكان دوت كان زي كده خالص اكتر احنا جاي بابني بقاله 30 سنه في البيت ده انا داخله في البيت ده عروسه طب اللي هو الهدوه ده محدش بلغه قبل ما يعملوا كده ولا حد بلغ ولا حد قال حاجه والحقيقه انا الحي كان بمني بالظبط شارع مفيش 100 متر ولا جه قال له اقف ها ولا جه قال له اقف ولا جاي لك كام ازاله ولا جاي لك جاي بعد ما خلصت مباني جاي بيزيد كلهم واخدين رشوه عشان يجوا هنا حتى العربيه ما بيشيل لهم الزباله بيتكلموا عليها رئيس الحي مش شغال الزباله بتبقى في الشوارع كلها مطبات موجوده مش شغال خالص اسمها شركه المايه دي في حوالي 70 فدان اتخذت ومعموله كلها مباني ليه ما عملوش حظر للكلام ده؟ عماير بنينا شركة المية هنا هم عارفين بيها بكده حوالي عن 70 فدان احنا شغالين في الشارع هنا يعني مش حتى 100 متر هم شغالين كلهم بياخدوا فلوس يجيبوا السلاح وانا بقول لك كل اللي قدامهم كلهم بياخدوا فلوس كده حرام كده افترا واحد بس ظلم كده